السلام عليكم. اليوم حابة أتكلم وياكم عن أنواع الكلامبات وشون نختار الكلامب الصحيح بالربردام. طبعا تقسيمة الكلامبات تتقسم بهواية طرق، ممكن anterior posterior يعني نستخدمها للأنتير، نستخدم للبريمولر للمولر، ممكن serrated non-serrated، winged wingless، ممكن double jaw، يعني هواية أكو إلها تقسيمات. الأفضل والأسهل إحنا نقسمها حسب شون راح نشتغل بيها. دائما هذه نستخدمها بالأنتيرير، وأكو اللي نسميها أكتف واللي نسميها باسف. الباسف هذه اللي يكونون بنفس البلين، الجو مالتها تكون نفس البلين، هذا يسموه باسف. بس نعرف شنو الفرق. الأكتف يكون بهالشكل من مباوع له من الجانب، يكون جهة مرتفعة عن جهة. الأكتف يسوي ريتراكشن ويسوي ايزوليشن، الباسف يسوي بس ايزوليشن، حتى نعرف الفرق بين الباسف والأكتف. هذول منتهي من عندهم بالسنجل توث ايزوليشن للانتيريور، وممكن نشتغل بيهم للبريمولرز. اذا صاروا هذول للبريمولر ممكن نشتغل بيه اذا كان اندو، اذا كان كلاس 1، وللانتيريور بالسنجل توث ايزوليشن اريد اعزل سن واحد. زين، للبريمولر نستخدم الوينكت، عندنا اذا كان سنجل توث ايزوليشن نستخدم الوينج. الوينجلس اذا كان اكتف وينجلس، الميزودستال ويث مالته اقل من الميزودستال ويث مال توث، هذا يكون على الانكور توث. شلون يعني؟ يعني انا اريد اعزل البريمولر، وين يكون الانكور مالتي؟ على المولر، ممكن على الابر 6 الابر 7 او اللور 6 اللور 7، حتى اسوي مالتيبل ايزوليشن. دائما الوينجد يكون ما بيها حرف الدبليو، الوينجلس يكون بيها حرف الدبليو، حتى نفرق بيناتهم. زين، احنا اكثر شيء نشتغل على المولارات، يعني المولارات هي اللي تعطيني السنجل والمالتيبل ايزوليشن. عندنا نوعين، النوع اللي هو يكون نون سيريتد بهذا الشكل، والسيريتد. السيريتد اللي هذا، طبعا هاي مو كل الكلامبات لان اكو قسم من عندها مشتغلين بها بالتعقيم. السيريتد تفيدني بالبارشل اربتد توث، يفيدني بالسب جنجيفال ايزوليشن، لما عندي مثلا فراكتشر توث سب جنجيفال بالديب مارجن ايضا يفيدني. شو وقت استخدم الوينجد؟ شو وقت استخدم الوينجلس؟ الوينج نستخدمها بالسنجل توث ايزوليشن، بالاندودونتيك تريدد توث، هذا الوينج. ممكن نستخدمها بالمالتيبل ايزوليشن، بس نحتاج سكندري كلامب. يعني اذا خلينا وينجد على السفن وارد اشتغل بالسكس، ممكن نحتاج another clamp. الوينجلس هي اللي more active. الوينجلس تيجي البي 2 والبي 3، طبعا الارقام ممكن تختلف. هذا عندي البي 1 والبي 2 اللي يكون عندنا وينجلس، هذول يتفيدني كلش بالمولارات. نحتاجها بالكلاس 2 حتى ما يصير interference ما بينها وما بين الباند. البي 4، البي 4 كلش مهم، ليش؟ يفيدني بالانتيرير ويفيدني بالبريمولرز، وطبعا هذا بالكلاس 5 كلش مهم. لهنا اليوم ان شاء الله كملنا، وديمونستريشن ان شاء الله على الفيديو الجاي.